السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده إن شاء الله هبتدي أشرح فيه السايكل بتاعت اليونت تيستنج شغالة إزاي مع باكج مونجز مع لارافيل. خلينا نبتدي الأول بالإعدادات بتاعتنا في ملف البي اتش بي يونت. في دي الجزء ده بيكون موجود إضافة على الفايل بتاع البي اتش بي دوت يونت، إن أنا بقول دلوقتي كل من قبل الموديولز أي فولدر بيبدأ بسلاش تيست، ولازم يكون الفايل بينتهي بتيست دوت بي اتش بي. يعني انا بقول له شوف لي فولدر الاب موديولز كده، ايا كان الفولدرز اللي جوه كده سلاش فولدر، يعني مثلا دوت النجمه ديت حاجه زي اليوزرز الكاستمرز وات ايفر، بقول له جوه في فولدر اسمه تيست، ولازم يكون جوه فايل بينتهي بتيست دوت بي اتش بي. فاي فايل مش بينتهي كده البي اتش بي يونت هيعمل له اجنورنج. ده بالنسبه لملف البي اتش بي دوت نت. طيب ملف مونجز نفسه، في عندنا كي جديد اسمه تيستنج بدأ باليونت تيستنج. في دي انا بعرف في حاجات ممكن اعرفها كمجموعه من الحاجات اللي ممكن تسهل عليا الشغل، زي مثلا الهيدرز. ممكن اقول بقى ان هبعت مجموعه من الهيدرز في كل ريكوست، فانا عايز احدد هيدرز معينه. ممكن مثلا اقول او اس مثلا اي او اس او ايا كان، فده اوتوماتيك تهبات مع كل ريكوست باي ديفولت. بقى مش عايز احدده خلاص، بس هو فاضي. الريسبونس اوبشنز في رو كي بقول له داتا، دي هنا معناها بقول له ان انا كل ريكوست اتش ريكوست او each response بمعنى صح is wrapped in data key. انا كده ان كل response دايما يرجع بالداتا كي، فانا لما اجي اشتغل بيونت تيست مش محتاج كل شويه ازود اقول له data dot مثلا pagination info او data dot record او data dot user او data dot whatever. انا بتكلم عن ال validation دلوقتي. طيب بعد كده دي اعدادات ممكن اعملها للاكسس توكن. لو انا عايز اشتري الاكسس توكن بقول له الراوت بتاعي التوكن ريسبونس كي هيكون جاي من الداتا اوثورايزيشن اكسس توكن. دي الهيدرز اللي هتتبعت في الريكوست دوت عشان يبعت الريكوست، هو باي ديفولت بيكون بوست ريكوست. طيب في عندي بعد كده حاجتين في ال او كتعريف اساسي ان انا دلوقتي هاجي اعمل فاليديشن او هاجي اعمل يونت تيستنج. انا الموضوع عندي هنا منقسم الى جزئين، ان انا بفاليديت الريسبونس ستيتس كود وبفاليديت الريسبونس سكيما او شكل الريسبونس اللي راجع. طيب تعال ناخد مثال حاجه زي مثلا ال حاجه بسيطه مثلا زي مثلا الجست تيست مثلا، عايز اكسس توكن للتيست لل تعال ناخد حاجه زي كده مثلا او تعال ناخد مثلا حاجه زي دي. تعال نعمل ميثود جديد احسن، public test generating guest access token. ناخد الشكل بسيط. طبعا اي عمليه تيستنج او اي ميثود عشان البي اتش بي يونت يفهم انها تعمل تيست لازم تبدا بكلمه تيست. يعني اي فانكشن مش تبدا بكلمه تيست مثلا زي assert ديت هو مش هيقراها، هيبقى هيعمل ران بس لكلمة تيست دي. تيست جنريتنج اكسس توكن ايا كان الاسم. طيب انا دلوقتي بقول له هنا عندي الريسبونس بتاعي بيساوي ذس، بشتغل بالبوست والجيت عادي خالص بتاع لارافيل مفيش اي مشكله فيه. هلو سلاش لوجن سلاش جيست. طيب انا ما فيش عندي فيه اي داتا بتتبعت، بس هبعت مجموعه من الهيدرز زي مثلا او اس هلو الاي او اس ال authorization الهيدر هقول له هيبقى كي، بما ان احنا معتمدين على كي هقول له config مثلا هاته من ال auth.apikeys.ios. طيب هنا دلوقتي انا تعالى نجرب ان احنا بس نعمل دم response body، شوف شكل ال response هرجع لنا ايه. نعمل قبليها دم لل response get status code. يعني دلوقتي المهم مين عندي دلوقتي PHP Artisan test اشتغل الكوماند بتاعي، فانا قال لي 200 ودي الريسبونس بتاعتي اهي data authorization التايب guest والاكسس توكن بتاعتي هنا. طيب فانا اول حاجه هنا محتاج ان اعملها اقول له response assert success. فانا هنا دلوقتي لو جالي اي حاجه غير السكسس هيضرب معايا، يعني مثلا تعالى نمسح دي كده ونعمل هولد ده كده، المفروض دلوقتي هيبقى شغال معايا من غير مشاكل. لو جينا بصينا كده على الريكوست بتاع او الكوماند بتاع generating access token مثلا مو for guest مثلا عشان هي باين عندنا في الاخر for guest دي اخر واحده احنا ضفناها. طيب
لو جيت قلت له مثلا لا ده assert an authorized، هنا دلوقتي هتلاقيه ضرب معاه، يقول لك ان هو failed ال request بتاع ال generating access token، هو كان متوقع 400 بس اتبعت 200. اوكي طبعا انا expect ان هو success. طب تعالى نرجع نبص تاني على البادي بتاعنا. انا البادي عندي جوه الداتا authorization type access token، فانا دلوقتي عندي الاوبجكت او الاري ده، يعني هي اوبجكت طبعا في الكيس دي، الاوبجكت بتاعت الاوثورايزيشن تايب هي زي ما احنا قلنا انكابسوليتد جوه كي اسمه داتا، فاحنا هنتجاهل الكي اللي اسمه جي داتا لان هو اوريدي متعرف في الروت بتاعي. فهنجي نعمل ايه بقى؟ هنجي نقول response assert response schema او assert response على طول. هقول هنا new strict response schema. ال strict response schema او response schema بيستقبل array عبارة عن الكيز او شكل response اللي انا منتظره. يعني انا مثلا منتظر ان هو يكون فيه authorization. طيب هنا دايما ال rule بتاعت ان انا عندي الكي دوت بالنسبة لي عبارة عن unit، بيسمى بالنسبة لي في الشغل بتاعنا هو عبارة عن unit. نعم تعرف هو الاري. طيب سواء كان عبارة عن object array string boolean هو عبارة عن unit. الفكرة ان اليونت عندي فيها انواع، في عندي flat unit اللي هي بتندرج تحت اليونت تايب، زي مثلا string type string unit، زي مثلا تعال نبص كده على اليونتس عندنا، زي الفلوت، زي الانتجر، زي اليور ال، زي الاي دي، زي البولين، هي قيمه واحده. في عندي نوع تاني اوبجكت يونت، وده من اكتر حاجات نستخدمه. في عندي نوع تالت اري يونت، في عندي نوع رابع اري اوف يونت. دي الانواع اليونتس اللي عندي اقدر من خلالها اعمل اي يونت انا محتاجها. طب اليونت بالنسبه لي عباره عن ايه؟ اليونت عندي عبارة عن list of rules أنا عايز أطبقها عليه. يعني إيه مثلا؟ عندي unit اسمها أنا هسميها مثلا unit اسمها string unit. طب دي فيها إيه؟ فيها string rule. يعني نفتح كده مثلا string تعال ناخد مثلا مثال على حاجة إزاي. ها أنا عايز مثلا أقول له authorization جوه type، هقول له new string، أنا ممكن أكتبها بالشكل دوت بالمناسبة string unit. يعني ممكن اقول له بالدوت نوتيشن على طول. طيب لو جينا بصينا كده على string unit ديت عبارة عن ايه؟ بقول له بس اعرف لي الرول ده النيم بتاعه، واقول له اعرف لي الرول بتاعي ان هي is string. فانا لو عندي ال unit عبارة عن list of rules بتطبق على ال unit ديت، فانا ال validation بتاعي بقول له ان ال value بتاعتها هل هي string ولا لا؟ حالة ان هي مش string بيطلع له ال error دوت. طيب فبالتالي نرجع تاني هنا ان انا عندي ال string unit فيها list of rules. انا بالنسبه لي في الكيس ديت ما عنديش غير ان هو بس بتشيك ان هو string ولا لا، ودي عندنا كل الرولز اللي متعرفه في الباكج باي ديفولت. انت ممكن تعرف اي رول انت محتاجها تاني وتحطها هنا عشان تشتغل دايناميك، وده ان شاء الله نشوفه في الفيديو الجاي. طيب تعالى نكمل بس الحته ديت، بعد كده نرجع في الفيديو الجاي نشرح اكتر بتفصيل اليونت و ال عفوا اليونت و الرولز بشكل اكبر. طبعا في عندي برضه كيس تانيه او الفاليو التانية بمعنى صح اللي هي الاكسس توكن. اكسس توكن دي برضه سترينج. انا المفروض دلوقتي لو جيت شغلت الكود بتاعي المفروض هو يشتغل معايا من غير مشاكل، يعني مش هضربت. هي ديت عشان معمولة بس بشكل strict. ال data has additional keys authorization. اوكي تعالى نلغي ال strict دلوقتي، خلينا نشتغل بالشكل العادي. مش معروف اصلا اوكي اشتغل كده بشكل مظبوط. طيب لو جيت قلت له مثلا ان هي انت يونت، بص كده اللي هيحصل، طلع لي ايرور قال لي ايه؟ data authorization of access token is not integer string returned. الايرور بتاع ال strict schema لما تيجي تشتغل عليه مش هينفع تشتغل بال dot notation syntax، لازم اعرفه ك object unit وهو يتعامل معاه بشكل مباشر. فدي خلي بالكم برضو هنا بشكل يعني كبير عشان دي تفرق معانا. فانا لو شغال بالدوت نوتيشن
يعني ما ينفعش يعني مع الستريت حاليا لغايه دلوقتي لسه ما بكونش في لها ورك اراوند، بس حاليا هتشتغل بالريسبونس سكيما مش الستريت ريسبونس سكيما. وبرضه زي ما احنا قلنا ان شاء الله في الفيديو الجاي هشرح ايه الفرق ما بين الريسبونس سكيما والستريت ريسبونس سكيما. لكن انا بالنسبه لي المهم عندي ان ده الشكل بشكل عام ازاي تعمل تيست او يونت تيست سريعه باستخدام الرولز والحاجات الموجوده في الباكج عندنا.